يا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اكسبلور اللي هناخدكم فيها بجوله على اهم المواضيع اللي بتخص حياتنا اليوميه. يا مساء السعاده والسرور يا اديب. يا مساء النور والسرور يا بسمه، ومساكم الله بالخير مشاهدينا. حلقتنا اليوم فيها وايد حصريات ومواضيع، عشان تيجي خلكم ويانا. وخلونا نبدا حلقتنا بالعناوين: افكار لاستخدام الزجاج في ديكور المنزل، وراح نتعرف على عالم التيك توك وجولاته، وهتشوفوا تجربتي أنا وليد في سكاي دايف. ولقاء حصري جمع ليث بالفنانة المغربية وسيمة. لا ما عاد في صفحة بيضة، في حمراء بس. لا ما تزيد خلاص. غاي الغنائي هو ما ينتسب لأي دولة. وهنختم بقائمة تضم أرخص الوجهات السياحية. وهاي كانت عناوين حلقتنا لليوم، والبداية بتكون ويا الزجاج وكيف ممكن نستخدمه في ديكور المنزل، خصوصا ان اكثر الناس يفضلون اعتماد الديكورات البسيطة بدلا من الديكورات اللي تحتوي على الكثير من التفاصيل واللي تعطي طابع انيق وعملي على التصاميم الداخلية للمنزل. صحيح، ومن اكثر الافكار اللي بقت منتشرة بالنسبة لديكورات المنزل استخدام الزجاج بانواعه المختلفة زي المراية والطاولات وحاجات تانية كتير. قولي يا اديب، بما انك جددت بيتك من قريب اعتمدت فيه على الازاز في الديكور؟ اكيد يا بسمة، لنعطي لمسة جمالية للمكان بشكل ما تتصورينه. معاك حق فعلا يا اديب، ان بحس ان الازاز ده مهم جدا وخصوصا للناس اللي بتحب الديكور المودرن، مع كمان ان على حسب مود المكان اذا كان ينفع يتحط فيه ازاز او لا. طيب ايه رايك بقى تعالى نطلع نشوف فيديو بيوضح اكتر بتفاصيل ازاي بنصنع الزجاج. ما راح اقول لك لا يا بسمه، تعالوا خلينا نشوف الفيديو يا بعض وردين. الزجاج هو عبارة عن منتج طبيعي مصنوع من مواد خام وفيرة، لذلك فهو خيارا صديقا للبيئة مقارنة بالمعادن أو البلاستيك، كما أنه قابل لإعادة التدوير بطريقة غير محدودة. وقد بدأت رحلة الزجاج بضربة صدفة، ربما حوالي 3500 قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، ولا تزال إلى الآن اللحظة الدقيقة التي تم فيها اكتشافه محاطة بضباب الزمان. ولكن يعتقد أن البشر الأوائل عثروا على مادة غريبة أثناء وجودهم بالقرب من النشاط البركاني، وهي مادة نعرفها الآن باسم حجر السج، وهو عبارة عن زجاج طبيعي يتكون من الحرارة البركانية، فقد كانت بمثابة البداية العرضية لقصة الزجاجة. وبالنسبة لصناعة الزجاج، يكمن جوهر صناعته في الوصفة التي تتناغم بين مختلف العناصر الطبيعية،
مع احتلال رمل السيليكا ورماد الصودا والحجر الجيرية مركز الصدارة. ويشكل رمل السيليكا حوالي 45% من الخليط، في حين أن رماد الصودا الذي يساهم بنسبة 15% يضمن ذوبان السيليكا بالتساوي، بينما يمثل الحجر الجيرية حوالي 10% ويضفي المتانة على المنتج الزجاجي النهائي. بعد ذلك يتم دمج المواد لاستكمال هذا المزيج بالزجاج المعاد تدويره، والذي يتم دمجه بسلاسة في عملية التصنيع، حيث تقوم معدات المصنع بتغذية كميات محددة مسبقا من هذه المواد بدقة إلى الفرن على مدار 24 ساعة عند درجة حرارة شديدة تصل إلى 1500 درجة مئوية، وينتج من هذه العملية سائل منصهر مثل قوام العسل. يتم بعد ذلك توجيه الزجاج المنصهر على فترات زمنية محددة لتكوين كرات اسطوانية، من المقرر أن تصبح كل منها زجاجة أو جرة. تسقط الكرات الاسطوانية على المغرفة، وهو جهاز يوجه هذه الكرات إلى الأحواض التي ترشدهم إلى الآلات التي تشكل الجرار والزجاجات. تخضع كرة زجاج المنصهر لعملية تحول سريع داخل قالب أولي، ثم تتحول إلى قالب النفخ، حيث يشكلهما الهواء المضغوط على شكل الزجاجة المرغوبة. وفي حالة الزجاجات الملونة، يشتمل المزيج الزجاجي على كميات صغيرة من الحديد والكبريت والكربون، وقد يحتوي القالب الخاص على شارة غائرة، مما يؤدي إلى تصميم بارز على سطح الزجاجة، ثم تنتقل الزجاجات عبر اللهب لمنع التبريد السريع والشقوق المحتملة الناجمة عن الصدمة الحرارية. تدخل الزجاجات تدريجا إلى طبقة التلدين، ويتم تبريدهم بمعدل متحكم فيه لتحرير الضغط من الزجاجة. وبعد التشكيل تخضع الزجاجات لفحص تلقائي صارم. حيث تقوم الكاميرات والمسبار بفحص كل زجاجة بحثا عن العيوب، مما يضمن منتجا نهائيا خاليا من العيوب بدءا من الأبعاد وحتى سلامة الخيوط الخاصة بأغطية البراغي. وتخضع كل التفاصيل لفحص دقيق. وأخيرا فإن الفحص البصري يختم عملية ضمان الجودة. بجد صناعة الإزاز طلعت مش سهلة خالص، فيها تفاصيل كتير، وإحنا في الآخر بتجينا قطعة جاهزة نبقى مش عارفين نحطها فين. لا، إحنا بعد الفيديو ده لازم نبقى عارفين كويس جدا نحط قطع الإزاز فين وتتعامل معاملة مميزة. أباشرة اليوم بسمة نحن بنعرف وين نحطها، لأن ضيفتي اليوم بتكلمني أكثر على وين نحط القزاز، شو نسوي فيه، كيف ندخله في الديكورات الداخلية للبيت. طبعا ضيفتي اليوم المصممة دينا عندها كل التفاصيل هذه بتقولنا إياها. حلو جدا يا أديب، بس قبل ما سيبك مع ضيفتك خلينا نشوف رأي الناس إيه، بيحبوا الإزاز في الديكور ولا ما بيستعملوش أصلا. يلا بينا. يلا بينا. والله يعني من الناس اللي تفضل الزجاج في الديكور، خاصة انه يعني لما يكون حجمه كبير واجد افضل يعني. فيعني ليش افضله؟ السبب انه يعني يعطي منظر جمالي اكثر للمكان، حتى نفسيا يعني انت ترتاح اكثر لما يكون الزجاج ماخذ مساحة كبيرة من المكان. وبصراحة انا بفضل الازاز جدا، لانه هو بيدي يعني لمسة جمالية في المكان، وبيدي وسع كتير جدا، يعني بيخلي ان المكان اللي فيه الازاز تحس ان هو واسع، بيدي لمسه جميله راقيه بعيدا عن الديكورات التانية، مثلا اللي هي الجبسون بورد او الحيطان بيبقى شكلها مش حلو خالص. يعني انا واحد من الناس بحب دايما يبقى في عندي اطلاله كفيو حتى كازاز في ايا كان المكان، فبيبقى كتير شكله حلو. بفضل هالميكس بقلب الديكور، لانه هو اول شيء بيدخل اشعه الشمس، تلاقي يعني بيعطي منظر شيك للديكور، بالذات بالفيلل مثلا، بالفيلا اذا حطيت مثلا ديكور الزجاج فبيعطي هيك شوي لمسه، يعني لمسه سحريه للديكور. يعني انا اشوف ممكن يكون مناسب اكثر للغرفه المعيشه الليفينج روم، ايضا غرف النوم فقط. لكن يعني مثلا تسوي زجاج بنقول في المطبخ مساحه كبيره، انزين
تحس يعني ممكن ما يعطي منظر جميل، ممكن يكون يعني استغلال سيء لمساحة المطبخ. وأنا بصراحة في الحتة دي شايف إن هو بيتناسب جدا مع المودرن، مع المودرن بس يعني، لأن المودرن هو بيديك لمسة لكشري، اللي هو تحس إن البيت بتاعك كتير لكشري، كتير شكله حلو، كتير فخم، وممكن كمان ما يكلفكش كتير، فبقلل اللمسات في الإزاز ممكن يديك يعني يخلي البيت بتاعك في حتة تانية خالص. الزجاج يعطي البيت جمال وأناقة، وفوق هذا يخلي الضوء يدخل بكثرة ويوزعه بشكل متساوي في كل مكان. بس كيف نستخدم الزجاج في بيوتنا بأفكار حلوة وسهلة؟ هذا اللي بنعرفه اليوم من مصممة الديكور دينا خطعن. يا هلا ومرحبا بك في إكسبلور. أهلا بك أديب، نورتينا دينا. برنامجك المميز ده، أهلا بك، شكرا. الله يخليك دينا. في البداية نبغى نعرف منك شو الفرق، أو خلينا نعرف بالبداية إن أنت تخصصتي أكثر في الإيبوكسي. صحيح. تمام. صحيح. نبغى نعرف منك شو الإيبوكسي أصلاً؟ الإيبوكسي أو ما يسمى بالرتانج أو الريزن، بيعتبر مادة سائلة بتتحول إلى مادة صلبة. هي بتيجي بتو بارتس أو جزئين، في حالة سائلة جزء A وB. A هو الريزن أو الإيبوكسي الأصلي، والB هو المصلب الهاردنر. أوكي. أول ما يتمزجوا مع بعض، بيتخلطوا مع بعض طبعاً بنسب على حسب نوع الإيبوكسي، بتبتدي عملية تفاعل كيميائي حراري. مع الوقت على حسب نوع الريزن بيبتدي يجمد السائل ده ويكون صلب. حلو. فالمادة دي بنقدر نستخدمها في أعمال فنية، في أعمال حرفية، في أعمال ديكور، في أسطح، في أراضي، ليها استخدامات متعددة. طيب هل دينا الإيبوكسي هو أصلاً نوع من أنواع الزجاج ولا لا؟ لا، هو مش نوع من أنواع الزجاج، هو بيصنف ضمن الصمغيات. حلو. طيب شو أوجه التشابه والاختلاف بين الزجاج والإيبوكسي؟ خلينا نوضح للناس. طبعاً أوجه التشابه، نبتدي بأوجه التشابه، هما الاثنين بيكونوا شفافين، فيهم شفافية، وقد يكون ساعات ممكن ما تعرفش الزجاج من الإيبوكسي. هما الاثنين شفافين، سطحهم لامع وأملس. يمكن الفروقات ان في طبعا فروقات في صالح الزجاج وفي فروقات في صالح الايبوكسي. فروقات اللي في صالح الايبوكسي اكتر بكتير، لانه ليه مميزات كتير واستخدامته اكتر في الديكور، لانه اولا اكتر صلابه، الزجاج بسهوله ممكن يتكسر، الايبوكسي اكتر صلابه وصعب جدا يتكسر، خصوصا لو تسبب سمكات كبيره. ايضا متعدد الالوان، كمان الزجاج بيجي بالوان بس سهل جدا نضيف الوان للايبوكسي، وكمان نعمل جواه فنون وندخل الوان زي ما احنا عايزين بتدريجات متعدده. صح. من ضمن كمان الاختلافات ان، ويمكن دي اهم نقطه فعلا، ان الزجاج وانس ان هو خلاص اتعمل طاوله او سطح، صعب جدا ان انت تعمل له صيانه لو اتخدش أو حصل له حاجة. لكن الإيبوكسي نقدر إن إحنا نعمله صنفرة، نقدر نعمله بوليشينج وتلميع، نقدر نتزود عليه طبقات، نقدر نلونه ونشتغل فوقه تاني. فعندك التطبيقات الصيانة بتاعته أو إعادة استخدامه أسهل بكتير من الزجاج. حلو. خلينا ننتقل شوي للزجاج دينا. نبغى نعرف شو الاتجاهات الحديثة اللي بتتجه لها الزجاج بهالسنة، شو الأشياء الترند اللي طالعة؟ والله طبعاً كنا في الديكور الداخلي نتكلم. طبعا الاونه الاخيره، السنوات الاخيره، شفنا الزجاج اكتر حاجه بسبب الوعي البيئي. زجاج مستدام، يعني بدا يستخدم، يعاد استخدام الزجاج في استخدامات في الديكور الداخلي وتطبيقات كتير، ويعاد استخدامه. اوكي. كيف يعاد استخدامه؟ يعني ممكن يدخل الزجاج معاد الاستخدام، بيدخل في قطع، بيدخل في قطع مثلا للارض بتكون ارضيه وفيها زجاج معاد استخدامه، من مثلا بوتلز او اواني قديمه او صواني قديمه زجاجيه او فازات. طيب بس عشان نوضح اكثر دينا، هو بيكون اعاده تدوير ولا مثلا ممكن انا اكسر مرايه واستخدمها في ديزاين في الارض واحط عليها؟ وده ممكن وممكن، بس احنا بنتكلم على اعاده التدوير. اعاده التدوير. أوكي. انت ممكن يكون حتى انت بشكل، مش لازم بشكل صناعي كبير، ممكن بشكل بسيط في البيت، انت عندك مثلا فازه زجاجيه واتكسرت منك، فانا مثلا هاخدها واقدر ان انا احط قطع الزجاج دي ممكن في الايبوكسي نفسه، اصب ايبوكسي ويكون في قطع زجاج ملونه في النص، واقدر استخدمها مثلا بالظهر مثلا حائط مثلا معين عندي في المطبخ او في غرفه النوم، يعني لاستخدامات واسعه. طبعا مع تقدم التكنولوجي في الزجاج الذكي،
زجاج الذكي ده لسه طالع برضو من كذا سنة، يعتبر حاجة حديثة، بضغطة زر تقدر انت تغير درجة العتمة بتاعته. صح. من شفاف تماما الى عاتم تماما، وكمان مش بيديك عتمة درجة لون واحدة، تقدر تحط كمان صور، تعرض عليه صور مثلا انت عايز تخلي الحالة المزاجية مثلا للبيت او للمكان اللي انت موجود فيه، تجيب مثلا تستوحي حاجة من الطبيعة او حاجة ريلاكسينج، فنحط مثلا صورة شلال. كمان الزجاج اللي طلع ترند، الزجاج المموج او التكستشرد، يعني بيكون السطح مش مسطح، بيكون فيه عالي وواطي. الفلوتد او بالعربي اسمه الزجاج المخدد، بيكون فيه زي قطع زجاج طوليه. اوكي. كل ده بيستخدم يعني طالع موضه. الحلو فيه ان هو عندك الوزن البصري ليه للزجاج عامه، الوزن البصري ليه منعدم، يعني لو حطينا طاولة زجاجية 100% بتحس انها ما خدتش من مساحة الغرفة اي شيء، فبتناسب الاماكن الصغيرة. فعشان كده انا بحب الزجاج اللي فيه تكستشر او فيه تموج، لانه بيضيف عمق وبيضيف حاجة فنية فيه، عمق بصري من غير ما يزود تقل بصري. طيب الحين الزجاج الملون لما نستخدمه في التصاميم الداخلية، كيف نبغى نخليه جذاب وشكله حلو، وكيف نوزعه في البيت؟ الزجاج الملون طلع في الآونة الأخيرة، أو هو طبعا كان موجود من زمان. صح. بنتكلم من قرون، كان بيستخدم في خصوصا في أسطح النافذات. صح. النوافذ والأبواب كانوا بيرسموا عليها. أنا يمكن جدي هو اللي علمني الفن، هو هاوي فن، وكان ده تخصصه، يعني كان تخصصه الرسم على الزجاج، فكان بيعمل فازات كبيرة أو صغيرة زجاجية كلها رسم وكلها حرف على الزجاج، وده الشغل موجود من قرون. صح. يمكن من القرن 17 موجود، عاد رجع تاني بس الطريقة طبعا بشكل مبسط أكتر، بندخل الألوان زي ما قلنا، وزن البصري منعدم بس بيدخل بشكل أبسط بكتير، وبيدي لمسة حلوة طبعا للمكان. ممكن يدخل كأكسسوارات في الديكور، ممكن يدخل في الشوارات في الحمامات، ممكن يدخل في الخزائن بتاعت سواء غرف النوم أو في المطابخ كمان. سبلاش باكس اللي هي بتكون ورا المكان الطهي اللي احنا بنطهي بيه. اتوقع هو يكون حلو اصلا في الصاله للبيت. لما تدخل عليه الشمس تعطي اضاءه للمكان بالوان مختلفه. صحيح. انعكاس الضوء عليه بيكون رائع. هل هو بيكون مستمر معانا ولا لا؟ الملون لا، اعتقد انها بتطلع موضه فتره وبتقل فتره، على حسب الستايل اللي طالع جديد. الحين عندنا طاوله زجاج نفس هالطاوله مثلا، ابى احط عليها بازه، ابى احط عليها انتيكا، احط عليها زجاج بعد ولا شو رايك؟ انا هقول لك ده بيعتمد على المكان اللي انت فيه. لو المكان بتاعك صغير، خلي كل زجاج في زجاج الوزن النظري او البصري بتاعك يكون قليل، ما تحسش بتقل الحاجه. وبالعكس انا من انصار جدا، يعني انا من ضمن الحاجات اللي بحبها في بيتي يكون في طاوله زجاجيه وعليها مجموعه مختلفه الاشكال والتكتشر من الكريستالات، يعني كريستال نوع من انواع الزجاج كمان، فده مع ده بيدي بالعكس بيدي شكل حلو كتير. لكن لو مكان مثلا كبير، بنتكلم على مكان فيلا كبيره او قصر او مكان مساحته كبيره، لا يفضل ان احنا نبتدي ندخل تفاصيل اكتر، نبتدي ندخل تكستشرز او مواد مختلفه بقى عن الزجاج. ممكن نستخدم احجار كريمه، ممكن نستخدم طبعا الزرع، اي شيء، بس غالبا مثلا لو فازه ممكن تكون حاجه فيها تكستشر، لان انت عايز تعكس عن الزجاج. الزجاج مسطح واملس، فانت عايز حاجه يكون فيها تكستشر، فممكن الاختلاف في الملمس كمان يكون حاجه نقدر نلعب بيها، اختلاف في اللون، اختلاف في الملمس، اختلاف في الشكل العام. ده وده مدور، ممكن نحط حاجة تانية تكون فيها لعب في الكيرفات، وده طالع كتير موضة دلوقتي. طيب خلينا نتكلم شوي على الترابزين الزجاجي اللي نحطه على الدرج. متى أنا أقرر أن أنا ينفع أحطه في بيتي ولا ما ينفع، أو كيف أحطه؟ الترابزين الزجاج طبعا هو جميل خصوصا في البيوت العصرية، مش البيوت الكلاسيكية. يعني البيوت أوكي. الكلاسيكية هتستخدم شيء فيه معدن، شيء فيه مزخرف أو خشبي بيكون أفضل. حلو. لأنه بيليق أكتر على الديكور، بيديك إحساس بأن البيت ده كلاسيكي. لكن البيوت العصرية أو المودرن طبعا كلها يفضل يستعمل فيها الزجاج، لان قلنا مساحات بتصغر، فاحنا عايزين نوسع، عايزين نخلي الاضاءه تنعكس في البيت كله، البيت يكون مشرق، يكون ليه بهجه والاضاءه داخله.
فتربزين الزجاج ممتاز، يعني انا شخصيا عملته قبل كده في بيتي وكان جميل، لكن مثلا لازم ناخد نراعي يعني اشياء معينه. اولا الاطفال ممكن يكون خطر شويه، فلازم نعمله مرتفع شويه عن عن العادي عشان للحمايه والامان. كمان يكون اطرافه ما تكونش فيها اي شيء حاد. سمكته على حسب طبعا المقاس بتاع الترابزين، ولكن السماكه 10 ملي بتكون اقل شيء. في كمان ممكن تعملوا ترابزين فقط كله زجاجي، وممكن تعمل الهاندل بتاعته او المقبض يكون خشب او معدن. انا شفت قبل فتره، قبل اسبوعين ثلاثه تقريبا، على الريلز شفت فيديو زجاج يعني صاير ترند في الدرج، اللي هو يكون طبقه زجاج وفي طبقه بعد في النص وفي طبقه ثالثه، فيكسرون الطبقه اللي في النص تصير نفس عروق متفرعه في الزجاج شكلها جميل. هل هذا ترند الحين ولا متجهين عليه الناس، ولا شيء جديد ولا شيء قديم اصلا؟ لا اعتقد انه شيء جديد. هو الحاجات دي بتطلع في الانترنت، بتطلع صوره او فيديو معين بيكون حد فعلا طبقها وبتطلع وبتنتشر بطريقه كبيره جدا. وعلى فكره الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيطلع لنا صور ديكورات وافكار لديكورات ما جاتش في بالنا قبل كده، فانت بتطلع من الذكاء الاصطناعي صوره مستوحاه من حاجه معينه، بتدي له الامر بيطلع لك صوره بتنبهر بشكلها، بتقول يلا نطبقها. نطبقها ازاي؟ فتبتدي تفكر تطبقها ازاي. فدي ممكن تكون حاجه مستوحاه من حاجه زي كده، وتكون الصوره بالفعل اتصممت. وممكن يتعمل بالزجاج نفس الفكره، ممكن يتعمل بالاكريليك، ممكن يتعمل بالايبوكسي، وممكن الزجاج اللي في النص، الطبقه اللي في النص تكون مكسوره بالفعل، وممكن تكون طباعه او بس شكل او حفر. يعني هو في الفيديو كان يوضح كيف قاعد يكسرها، والشكل صراحه وايد جميل رائع. طيب شو اغرب تصميم سويتيه او اغرب شيء سويتيه دمجتي فيه شيء مع الايبوكسي او مع الزجاج؟ انا اعتقد اللي شفته اغرب شيء يعني كان طاولات لمطعم، كان الطاولات كلها محطوط جواها، ده طبعا كان شغل ايبوكسي، كان محطوط كلها زي سيجار ودولارات، ويعني كانت شكلها شكلها مختلف، فتقدر تحط فيه اي شيء. طبعا اعتقد من التصميمات اللي انا عملتها الغريبه هو ان احنا دمجنا الايبوكسي مع المعادن. هي مش الكوينز، يعني المنتج النهائي هي لوحه فنيه صراحه، والمنتج النهائي انت مش شايفه اساسا، لا شايف ايبوكسي ولا شايف المعدن. الناس بتتخيل انها حاجه صلبه، يعني تقعد تخبط عليها تقول لي ده ايه، اقول لهم يا جماعه ده ايبوكسي ودي معادن. ف يمكن ده اللي انا بحب اعمله شويه بالايبوكسي، ان انا اغير شكله، مش بس اخليه شبه الزجاج، بس اخليه شبه المعدن او يكون سطح صلب او حلو. يعني استخداماته ممكن تكون متعدده شويه. جميل جميل يا دينا، وشكرا لك على تواجدك معنا، معلومات الصراحه جميله، في فيديوهات لازم ترينا اياها بعدين اكيد. شكرا لك اديو. شكرا شكرا لك. اذا مشاهدينا اكسبلور بعدها مكمل وياكم، بنروح بريك سريع وبنرجع وبنشوف تجربه بسمه الاخيره كانت وين وشو سوت، كل التفاصيل بعد البريك، خلكم ويانا. ورجعنا لكم مشاهدينا، ودلوقتي هتشوفوا تجربتي اللي كانت في السماء. بسمة تجربة جريئة محتاجة واحد قلبه ميت. صراحة كانت تجربة مش سهلة خالص. لحظة قبل ما تقولين ما كانت سهلة ومع مين ووين، خلينا نشوف الفيديو عشان ما نحرق على مشاهدينا، نشوف الفيديو وراجعين. يعني الدنيا هتحلو؟ اه. وهناكل سوشي بالجو؟ لا، هنطير في الجو. طب يلا بينا بقى. يلا. النهارده احنا موجودين في سكاي دايف ابو ظبي. احنا متحمسين جدا بسمة، هتكون تجربة مختلفة، هننط من فوق لتحت. متحمسة؟ يلا بينا اكيد. يلا بينا. يلا. هو انت بتعمل ايه؟ نسيت اخبرك. ها؟ ولا احكي لك؟ خلاص
حكتب الحاجة اللي عاوز اكتبها وحتشوفيها فوق. هشوفها فوق. هتشوفوها فوق. يلا نشوفها. كلكم هتشوفوها فوق. يلا نشوفها. يلا بينا. بس هكتبها اول بعدين خلاص باي روحوا. ها ايه حلو؟ اها بصراحه إيه. تجربه كتير حلوه والله. حلوه جدا جدا يا جماعه، لازم تجربوها بابو ظبي تحديدا. بس كنتش عارف انه عيد ميلادك، طلعت تحتفل بيه في السماء. اه ماي بيرثدي. لازم مرحله جديده وحياه جديده وشلنا الشعارات يا جماعه. لا بس احنا عايزين نقول للناس ان بجد تجربه حلوه جدا. صح. ولازم يجوا ينطوا من الطياره من سكاي دايف ابو ظبي. ايه رايك؟ قلت لك من البدايه محتاجه حد قلبه ميت بسمه. ده حقيقي. بس خبريني بصراحه، كنت خايفة ولا لا؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما كنتش خايفة، واتبسطت واستمتعت جدا، وعملت فيديوز وعملنا تيك توكات وعملنا حاجات كتير قوي الصراحة. ما شاء الله عليك. بس ما انا لازم اعرف منك كل التفاصيل، بس مو الحين بعدين. تمام هحكي لك على كل حاجة، بس دلوقتي عايز اسالك انت، يعني بما ان جبنا سيرة التيك توك ولسه قايله لك انا كنت بعمل تيك توك، انت ليك في التيك توك والجولات وال والله بس ما شوفي دخلت فيه فترة بس ما حسيت نفسي فيه. بس اشوف الناس، يعني احب اتابع المشاهير اللي يدخلون هناك، بس ما ضيع وقتي كله، ادخل اشوف المفيد واطلع. انا الصراحة بحب، يعني بحب اخش اعمل جولات وبحب العب. هي. بس عملتها مرة في التين ما قدرتش الصراحة ان انا اكمل. شوفي انا اللي يعيبني في تيك توك بسمه انه هو ابلكيشن ذكي، انت ممكن تسوي ماركتنج حق شغلك وحق السي في مالك من تيك توك نفسه. صح يا اديب، وده فعلا اللي هعرفه من ضيفتي التيك توكر هيا نوفل بكل التفاصيل وايه اسرار التيك توك كمان. يا سلام. بس انا بخليك ويا ضيفتك واشوفك بعدها. خلاص يلا بينا. يا. كبسوا كبسوا، شير، دعم، كلمات بقينا نسمعها كتير أول ما نفتح التيك توك، التطبيق اللي ناس كتير اختلفت عليه. ناس يقولوا ده تطبيق ملوش فايدة، وناس تانية قالت بالعكس ده مفيد جدا بس اللي يعرف يستخدمه صح. بس يا ترى إيه اللي بيخلي تطبيق زي التيك توك يجذب ملايين من المستخدمين حوالين العالم؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفتي الإعلامية وصانعة المحتوى هيا نوفل. يا أهلا وسهلا هيا ونورتي إكسبلور. اهلا وسهلا فيكي بسمة، والله منورين بوجودكم. يا اهلا بيكي. هيا في البداية عايزاكي تعرفيني اكتر عن تطبيق التيك توك وعن اللايف. هلا انه في البداية بسمة، هذا البرنامج يمكن كتير سمعنا عنه بس هو مو سهل. يعني انا بالنسبة لي اول شغلة هذا البرنامج هو مبني على عدد المتابعين وعلى اللايف، كمان انك تفتحي لايف وتحكي وتلعبي جولات. صح. بس البرنامج مش سهل ابدا، مو انه مثل السناب شات والانستغرام. يعني هذا البرنامج فيه شغل كتير، الناس بس بتفكر انه نحن بنحط كلمه ابدا او اللي هي ستارت على الجوالات. بالضبط، انه نحن قاعدين وجايز يلا لايف. ثانيه، هي الجوالات غير اللايف؟ الجولات هي نفس اللايف. هو اللايف عباره انه انا افتح على كلمه ستارت وبلش احكي. اوكي. هون رح يجوا الناس، يمكن يكونوا داعمين، يمكن يكونوا انه بس مشاهدين او انه مكبسين. هدول الناس ايه الفرق بين الداعمين والمكبسين؟ هذا سؤال كتير حلو. شوفي بس ما الداعمين، يعني فيني اقول مش داعمين اللي هم اصدقاء، لانه كلمه داعمين بتحسيها بس شغله فلوس وماديه.
لكن أنا بالنسبة لي كونه صار لي على البرنامج يمكن 3.5 سنين، ففيني أقول هدول أصدقاء الداعمين هن اللي بيعطوا سكور من كل فاتحين جولة، يعني هم اللي بيبعتوا هدايا. بالضبط، بيبعتوا هدايا، الهدايا هي سكور. أكيد سمعتوا عن الأسد، سمعتوا عن هدايا أسد أسد وكذا، كونه هو الترند. الأسد دي مطالب جماهيرية. هو الترند. فالمكبسين الناس اللي بتكبس على الشاشة، منقول جايز كبسوا كبسوا كبسوا. يعني كبسوا كبسوا دي عشان إيه؟ هي علشان الشير وترفع اللايف، لكن ملهاش دعوة بالفلوس. ما إلا ما إلا. يعني في ناس بتلاقي عندهم مثلاً 40,000 مشاهد، وفي ناس بتكبس بتلاقي سكورن 10,000 لحاله، بس هو تكبيس. لما بيجي دعم بيعطي هدية مثلاً بقيمة هذا التكبيس، فهي بتفرق. يعني قيمة الهدية أوكي فيها فلوس بعدين بتحولي على البنك، لكن اللي بيكبس هذا يعني أنا مش قصت على الفاضي، هو بيرفع اللايف فيها شير فيها كذا. التكبيس بيخلي اللايف أو الفيديو اللي بيتعرض أعلى نسبة مشاهدة، يجيب أعلى نسبة مشاهدة. اللي هو ترند اكسبلور أكتر، بيخلي كل الناس تشوفه. لهيك منقول انه كبسوا عملوا شير عملوا كذا، بخلوا كتير عالم يشوفوا هذا اللايف. ايه الشروط اللي لازم تستخدم او اللي مطلوبه عشان خاطر افتح لايف او اخش جوله؟ ما في شروط معينه، لانه شوفي بس ما بهذا الوقت انه تحديدا صار اي حدا يفتح لايف، اي حد، صار الكبير بالعمر او الصغير او الست الكبيره او البنت الكبيره. لانه شوفي كمان في شغله اللي هي سن قانوني، اقل من 18 ما فيك تفتحي لايف، هي علي باند. اقل شيء عمرك فوق ال 18 اكيد، اقل من دي رولز التيك توك. بالضبط، اقل من هيك بيعملوا لك باند. طيب انا بشوف كتير حاجات الجولات اللي على التيك توك بيكسروا بيض، يحطوا قهوه، يحطوا باودر، يحطوا طين، يعني بجد كل ما انا بحس ان كل ما يعملوا حاجات غريبه، هل ده بيعلي نسبه مشاهدتهم او بيكسبهم فلوس اكتر؟ فينا نقول في اقسام لا اللي بيفتحوا لايفات، في قسم بيحكي جو رايق حلو، في قسم من هدول الناس مع احترامي لهم اللي بيحطوا بيض، اللي بيحطوا باودر، اللي بيحطوا قهوة، بس هذا غلط. وأنا بتمنى من سياسة البرنامج إنه ما بقى تخلي في هيك لايفات، لأنه هي عدوة. صح. في قسم بيفتح جولات وبينزل سكور وهو قاعد مرتاح من دون لا قهوة ولا مي ولا ليمون ولا بشطة ولا غيره. والناس اللي بتحط قهوة وغيره هو ترند، هو بصير فيه مشاهدات بس مش مشان السكورات. شيء غريب انه مثلا ممكن انا رفيقتي تشير لي لايف وحده عم مثلا عم تاكل بيض مع شطه هيك مع شيء معين، فانا فوت احضر انه اوف هي كيف عم تاكل هذا الشيء، كيف عم تشرب هذا الشيء. لكن بالنسبه لإلي انا لو داعمة مستحيل ادعم هدول الناس. بس المشكله ان هم بيلاقوا ناس بتدعم ده، بس مش دايما هدول مش محببين عند الداعمين ولا عند المشاهدين. عايزه اقول لك ان في فنانين كتير بقى اعتمادهم الاساسي على التيك توك وعلى فتحان اللايف وعلى الجولات، بقت متهيالي مصدر دخل اساسي، يعني خلاص سابوا الفن وهو مصدرهم الاساسي التيك توك. انا اوقات بلعب مع ممثلين، بس شوفي يعني انا لما كنت صغيره للامانه كنت اقول بدي اشوف هذا الممثل وصور معه. لما بلشت بتيك توك وعم بلعب جولات معهم صار الموضوع عندي عادي، ما في شغف. في ممثلين يعني مع احترامي كمان، بس انه انت ممثل او انت ممثله، طيب انتوا بلشتوا بالتيزي اوكي، رحتوا على عالم تيك توك والجولات وتنفيذ الاحكام، وتعبتوا في مشواركم الفني اكثر من 10 و15 سنه. ما بدي اقول هتخسروا بجوله على تيك توك، لانه كمان هذا البرنامج انا بشتغل فيه وحلو الشغل فيه، حلو الوضع فيه، عم شوف الفيدباك او هي شيء كثير منيح، بس بحس انت ممثل صح، فلازم تستخدم البرنامج ليك ايمج وليك هيبه معينه. يعني تخيلي هلا نشوف انه مثلا ويل سميث فاتح لايف وجايز كبسوا بيض وبياكل، بالضبط جايز كبسوا، يعني انا بشوفه حدا كثير مهم وكثير بحبه، كل الناس بتحبه، يروح يفتح لايف كبسه شده وينفذ احكام مدري كيف، او يجي يتفلسف بالحكي على الناس العاديه اللي بتفتح لايف، لانه هو مثلا ممثل انه يعني من حقه يحكي. لا، هذا البرنامج ما فيه انت وانا وانتي، احنا كلنا بنفتح جولات، بس كل حدا وجوه،
انت جوك تكسر بيت، انا مو جوي كسر بيت. طب هتبقى احكامك ايه لو ما عملتيش كده؟ انه مثلا اكتب في البايو، اكتب لايف انترو اللي هو فيني اقول لك بصفحة الاساسية. بنفس الوقت بسمع انا كهيا عندي اهلي، عندي متابعيني، ممكن يكون عندي حياتي الخاصة. بنفس الوقت لايفاتك مستحيل انها تنمسح، فيديوهاتك هتضل موجودة بتيك توك لو صار عندك اولاد عمرك 100 سنة. صح. فانا لازم اعطي احكام حلوة تناسبني انا قبل ما تناسب الخصم. عايزة اعرف ايه سلبيات وايجابيات التيك توك؟ هلا هذا البرنامج انه بس ما فيه ايجابيات وبسلبيات، خلينا نبلش بالايجابيات. تمام. فيه فلوس، فيه متابعين، فيك تجمع متابعين بسهولة إذا كنتي قادرة أنك تقودي اللايف. ما فينا نقول أي حدا ممكن يفتح، لا أبداً مش أي حدا ممكن يفتح لايف، ولكن اللي عنده محتوى، اللي عنده شغل ممكن يسوق بواسطة اللايف، هيقدر يستفيد اللايف من التطبيق. بالضبط. يعني أنا مثلاً بدي أفتح براند، بدي يكون عندي قاعدة جمهور، لازم أحكي مع رفقاتي اللي هي انفلونسر كذا كذا، لا طب أنا عندي لايف، عندي جمهوري، فاللايف بيساعدني بكتير شغلات أنا ممكن. صح. ما أقدر أتخلى عنها. بسلبيات يعني البرنامج كتير أغرى عالم بطريقة غلط. متهيألي كمان هي لازم نختار إحنا طالعين لايف مع مين، مش أي حد نطلع مع لايف. أكيد. يعني لما أنت تطلعي مع حدا سمعته انه غلط مثلا في هذا البرنامج، لانه كل مجال في الحياه له ناسه، او في الصالح وفي انه الطالح. طيب عايزه اعرف منك، انت شايفه ان التيك توك هو ظاهره مؤقته ولا هتدوم وهيبقى فيها فعلا الابلكيشن هيستمر وهيبقى فيه فعلا مكاسب للناس منه؟ لا البرنامج هينتهي. هينتهي. هينتهي على رغم نجاحه. على رغم نجاحه بس هينتهي، لانه البرنامج يعني انا من 3 سنين غير هلا. البرنامج مختلف تماماً، السكورات تغيرت، الناس تغيرت، اللي بيفتحوا لايفات في منهم اختفوا. هلأ اسألي عن أسماء معينة بدك تسأليني إياها مثلاً، بحكي لك هدول اختفوا ما هتبينوا. البرنامج مش بس هينتهي، ما هت حدا رح يكون عنده روح إنه يفتح مرة تانية، لأنه ما بقى فيه، مو زي أول. هلأ اسألي أي حدا بيقلك مختلف تماماً، بس البرنامج هينتهي. هينتهي بس امتى ما بعرف. هيا بشكرك كتير ونورتي اكسبلور. حبيبتي انه بس ما والله الي الشرف كون معكم بهي الحلقه الحلوه وعلى وجودي هون، وبتشكر قناه الفجيره والناس او الطاقم العاملين في هي القناه، ويا رب الناس اللي عم بيتابعونا هلا يشوفوا الحلقه يكبسوا يكبسوا شيء يكبسوا شيء. مشاهدينا دلوقتي هنطلع بريك سريع وراجعين، استنونا. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، والحين بنروح لأجواء الفن مع زميلنا ليث ولقائه الحصري اللي جمع بينه وبين الفنانة وسيمة الميل المعروفة بلقب وسيمة المغربية. نشوف اللقاء وردين. لا ما عاد في صفحة بيضة، في حمرة بس. لا ما تزيد خلص. غاي الغنائي هو ما انتسب لأي دولة. وسيمة اهلا وسهلا مع الفجيره. اهلا فيك وكل متابعين تلفزيون الفجيره. يعني واخيرا التقينا، شوف الصدفه. ايه والله احلى مفاجاه. yes. عن جد انا كلموني من الاعداد قالوا لي في مفاجاه، بس انا هي المفاجاه تكون اكبر فيما بعد. اوه اوكي. اوكي نحكي عن شنو الفائده. شنو الفائده؟ اغنيه جديده اطلقتيها من فتره وان شاء الله يعني صارت محققه اكثر من 2 مليون. صح. وكلمات ألحان وصوت جميل، نتكلم عنها شوي. أكيد. كيف طلعت الفكرة وإخراجيا؟ يعني أنا ححاسب المخرج بعد شوي. أي طبعاً فهد بن وجه له تحية حبيبنا. الأغنية أنا كانوا في أغنيتين جهزات، وأنا كنت بخطط نصور أغنية واحدة تانية. أي. لما جلسنا أنا وفهد قال لي لا غادي نصوروا هذه، اوكي نصوروا هذه، فطلعنا بطابع كثير سمبل، حتى يعني ما في اطلالات كثيره، يعني واحده في البحر بتغني، فالحمد لله انه اصداء حلوه، وحتى موضوع الاغنيه حلو. موضوع الاغنيه حلو طبعا، اللحن حلو، والاخراج متماشي مع المود تبع الاغنيه. صح. وشوفي ما في تكلف، كان لطيف، وصل للناس بسرعه. شوف انا صورت كليبات، وطبعا بوجه تحيه لكل المخرجين الكبار اللي تعاملت معاهم، بسام ترك، عادل سرحان، بس لاول مره
أنا بحس حالي أنه بصور مرتاحة. نعم. لأنه المود تبع الأغنية بيشبه شخصيتي. أيوة. لأنه أنا بالعادة كتير بسيطة. أيوة. يعني مش كتير متكلفة يعني. طب شنو الفائدة يعني لما أنت اخترتي كلماتها ألحانها؟ هل كانت نابعة عن قصة معينة؟ أو لا بما يتماشى مع الحدث بما يتماشى مع يعني أشوف أنا أعتقد أنه موضوع الأغنية ما في بنت إلا ومرت منه مزبوط. أو حتى الشباب يعني كتير شباب يتعرضوا لوحدة أنه تسوي غلط كتير كبير معاهم صح. بعدين تندم وتصير خلينا نفتح صفحة بيضة yeah. فهو هذا قصة الموضوع فلا صح. ما عاد في صفحة بيضة في حمرة كانت أحمر 100%. طيب عندك مشاركات كتير غير الأغنية اللي حنسمعها بعد شوي كمان بصوتك لايف عشان الناس تتأكد إنه اللايف كمان حلو. كنت بكسر عظم يعني فاجأتينا يعني أنا صديقة لوسيمة فاجأتني صراحة. احكي لنا كيف طلعت الفكرة كيف أنت مثلت وأنت بعيدة عن الفن إلك فترة. أنا كنت بجهز يعني بأخذ كورسز بالمعهد بأبو ظبي تجهيزا لعمل سينمائي مغربي. فالدورة اللي أنا كنت بعملها كانت مع المخرج كينان اسكندراني اللي هو مخرج كسر عدم الجزء نعم. الثاني. فقال لي وسيمة لازم تمثلي. قلت له أنتوا أوريدي خلصتوا أنا ما أحس حالي جاهزة يعني يعني لساتني بقول بسم الله يعني بأخذ دورات. قال لي لا أنا مخرج وعارف شو شوفي. فمن ضمن الباكيج اللي أنا حجزاه مع المعهد أنه أحضر باللوكيشن ساعة كل يوم. إيه. وأنا بحضر مع المخرج كيف يعني كنت ساعتها باخذ اعداد الممثل وكيف الادوات إيه نمط الشخصيه وهيك. فالمنتج اياد النجار رجع على اللوكيشن هو بيعرفني كمطربه نعم. قال لي انت وسيمه بتغني؟ قلت له ايه. قال لي شو بتعملي هون؟ قلت له باخذ دورات في المركز الفلاني ومع المخرج كينان. قال لي لا في دور لك بتمثلي انا شايفك ممثله نعم. فقلت له اوكي خليني اشوف شو الدور. بعثوا لي الورق عجبني الدور هو شوي شراني بس بطريقه غير يعني. كلاسي يعني كلاسي ما بيشبه لا بس هو بيستاهل ايوه يعني طبعا. هو بيستاهل وسياسي فاسد يعني نعم لازم نعم. لازم فلا كانت اجواء حلوه وتجربه يعني جدا جميله يعني هاي الخطوه الاولى خلينا نقول اللي ممكن تتكلل بعمل اخر ما بدي يعني احكي انا بعرف عنه هي انصدمت في عمل حيكون مع نجم صف اول ما بدنا نحرق بس خبرينا شويه تفاصيل يعني اكسكلوزيف لا ما فيني خلص انت ما خلص انت حكيت التفاصيل لما تزيد خلص بس انت كيف عرفت عن جد خطير يعني ولو لا هلا انا صحيح صديقتك بس انا بس والله ما خبرتني بس عمل ضخم عن جد مع يعني نجم صف اول يعني بامتياز حيكون تحت او فوق ما بعرف وين الارض ولكن نتمنى لك كل التوفيق حبيبي ولكن الله يخليك خلينا نسمع جزء من الاغنيه لايف غير خليني هكذا خليني solamente وحداني برد قلبي والغرام ما بقاش يعميني وحلف حلوف ما نطيح دمعة من عيني solamente وهكذا وحداني مزيونة بزاف مزيونة بزاف مزيونة حتى مزيونة لا شوف بالتطوانية ايه. بالشمال المغرب مزيونة بالمغربي زوينة زوينة اللهجة المغربية جدا حلوة حبيبي. يعني في البدايات أول ما تعرفت على المغاربة كنت بدي مترجم حتى يترجم لي اليوم صرت أفهم لا لا سهلة يعني يوم ما تتكلموا مع بعض كتير صعب لا احنا متفق يعني لا يعني لسه اللهجة كتير حلوة ايه طبعا لا لا هي سهلة إذا ركزت بتفهم كل ما معك في المغرب الحين وانت لا ما شاء الله من كازابلانكا طلعت طيب اي اعمال ايضا اخرى عم بتحضريها صح في عندك عمل حيكون في المغرب صح الفيلم السينمائي في فيلم سينمائي وفي مسلسل بس اعتقد المسلسل حيكون تصويره قبل الفيلم لرمضان حيكون ان شاء الله ان شاء الله طب شو عم بتحضر اغاني جديده كمان يعني في اغاني في اغنيه مصريه او في اغنيه مغربيه حنصورها باخر اغسطس الأغنية المصرية بتكون بعد المغربي يعني جاية مغربي نعم
يعني مع نجاح الأغنية إجا انتقادات على شنو الفائدة؟ يعني أنا بشوف باليوتيوب مش انتقاد هو هجوم يعني أنا تفاجأت من كمية الهجوم شفت يعني كذا تعليق وكذا أنا حبيت أجمل الموضوع شفت تعليقات لا ما تجمل أنه هجوم أولاً فن الغاي الغاي الغنائي هو ما انتسب لأي دولة نعم هو الغاي الغنائي للمغرب العربي كله يعني مش منسوب صحيح الأشقاء الجزائريين عندنا فنانين كبار يعني الشاب خالد فنان جزائري ومرته مغربية فلا بالعكس احنا من عشاق فن الراي بس احنا كمان المغرب عندنا فنانين طبعا. راي احنا عندنا قادر جابوني عندنا ميمون الوجدي عندنا شابة زينة الدودية بدأت مسيرتها بالراي انا من عشاق صوتها فلا عندنا محمد راي عندنا كثير فنانين احنا كمان عندنا فن الراي وانا ما غنيت باللهجه الجزائريه يعني هي بس فئه اللي ما تعرف عن المغرب قالوا انه انا بغني بالجزائري بس لا انا كمدينه من مدينه تطوان احنا ما بنقول هكا هو كان عده تعليقات على حرف الكاف انه احنا بنقول كنقول لك كنعمل لك بس احنا بنقول كمان هيدا هيدا ايه وانا لما غنيت قصتنا هيدا سالات قال لك لا هيدا تبع الجزائر مع انه الجزائر ما بيقولوا هيدا طب ليه ما قالوا لبنان بالضبط لا الاغنيه لبنانيه لا الاغنيه مغربيه 100% الكتابه يعني تبع الكلمات من الشاعر الغنائي محمد امير والحان صلاح مجاهد وتوزيع حمزه الغازي ايه واخراج الاعلامي والمخرج فهد الهاشم يا حبيبنا طبعا. فلا فالطاقم كله مغربي حتى الفنانه مغربيه طبعا. يعني طب اليوم من مثل عصيرة المغرب وانت من المغرب وعم نشوف في اليوم الحدث الضخم العالمي مهرجان موازين اي طبعا وشفتك يا من محبين هيفاء وهبي أنا شفتي بعشق نجاح حيفا. هيفاء وهبي يعني يمكن كامل الانجح الحفلات الى الان شي يوم حابه تكوني على هذا المسرح اكيد هذا اشوف مهرجان موازين هو حلم كل فنان عربي مو طبعا. بس يعني موازين من اهم المهرجانات العربيه مو بس في المغرب فاكيد ان شاء الله اتمنى يكون لي مشاركه ان شاء الله ان شاء الله اوكي يا وسيمه يعني احنا اول شيء انبسطنا بوجودك معنا الله يخليك وعودتك للفن من جديد بالاغنيه فاقل شيء نقدم لك هيك سوربرايز حلوه يعني قد المقام ولكن يعني شاء الله ثانك يو هاي Thank you. محلوف منطيح دمعة من عيني وشنو الفايدة تبعتي اللي ما يفيدك هدرات الميدة هدرة وغيب زايدة قصتنا هيدا سالك لتقول لي يا صفحة ضايدة هو شنو الفايدة كل التوفيق لوسيمة ولسه مكملين في الأجواء الفنية وتحديداً الغناء وهنروح للفنانة ميس حمدان اللي عملت زلزال من خلال أغنيتها زلزال في قلبي الأغنية لاقت إقبال كبير خاصة أن ميس صورتها على طريقة الفيديو كليب في أجواء صيفية تناسب موسم الصيف وطبعاً فريق إكسبلور تواصل ويا الفنانة ميس حمدان وبارك لها على العمل وهي بدورها قالت لنا بفيديو خصيصاً لإكسبلور عن تفاصيل أكثر كثير خلونا نشوف شو قالت بالفيديو وراجعين اليوم راح احكي عن اغنيتي الجديده زلزال في قلبي يمكن ما بعرف اذا كلكم بتعرفوا نصلي فتره بعيده عن الفن يمكن تقرب الى 6 سنوات وهيك بتعرف يعني بتعرفوا الفن مثل المرض الواحد ما بيقدر يبعد عنه فبعد فتره غياب قررت ان انا حابه ارجع للفن ولكن كنت عندي حاله من ماني عارفة كيف أرجع هل أرجع عن طريق التمثيل بالأول أم أرجع عن طريق الغناء بالأول وهيك بالصدفة كنت يعني في موزعين كتاب ملحنين يرسلوا لي على الواتساب حقي ألحان فبالصدفة أنا قاعدة أقلب كده في الواتساب فسمعت أغنية زلزال في قلبي فزلزال في قلبي أغنية مصرية وحبيت الرذم حقها جداً لأنه يرقص وفي رذم في السولو صعيدي حلو فقلت يلا
خليني ارجع باغنيه مصريه حلوه وحق الصيف والناس ان شاء الله يرقصون عليها وينبسطون وكذا، وتكون بدايه انطلاقه جديده لميس حمدان. وحابه حتى من خلال هذه الاغنيه اوصل للناس انه انا ميس حمدان الجديده بشخصيتي بظهوري باللوك حقي بكل شيء. حابه يكون لي ظهور جديد بعيد كل البعد عن التقليد، بعيد كل البعد نوعا ما، ما راح ابعد عن الكوميديا، ولكن كمان يكون الناس نسي شويه ميس اللي تقلد. يعني ميس الحين هي ميس المطربه، ميس اللي ان شاء الله حيكون اختياراتي مره دقيقه في التمثيل، انه يكون من جد ادوار فيها تمثيل جدي، تمثيل عميق، تمثيل يكون ان شاء الله ان شاء الله اسيب علامه فيها. الناس بعد ما يشوفون ادواري يقولون لا ميس في نقله نوعيه في مسيرتها الفنيه. وحب اعكس تغيير اللي حصل بحياتي الواقعيه. يعني انا الحين خلاص كبرنا شويه، صار في نضج اكثر، صار في اتزان اكثر في الخيارات وفي التفكير وفي التصرفات. فانا حابه ان اعكس هذا الشيء كمان من خلال فني. وانا بديت باغنيه زلزال في قلبي مثل ما ذكرت، النعنوشة الحلوة اللي كده اللي ترقص، وإن شاء الله في خلال شهرين كمان محضرة أغنية ثانية سلو، مفاجأة في الكلمات، لأنه الموضوع اللي أنا راح أطرحه في أغنية ما عندي مشكلة أقول اسمها ندمانة. ما أظن أنه في أحد في الوطن العربي تطرق لهذا الموضوع قبل كده. إن شاء الله الأغنية تعجبكم. اللي ما شافها يدخل على قنواتي على السوشيال ميديا حقي ويشوف الأغنية، تلاقوها على جميع المنصات الإلكترونية زلزل في قلبي، وهي من إخراج أحمد كريزمان، كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع جيرو جورج. وإن شاء الله رب تعجبكم، وأقول لكم زلزل في قلبي بخطوتك، ما عرفش كبر اختك، قربك قتلني بنظرتك، والنظرة ميت جلدك، ده نصيب رماني بسكتك، وانا فيها بتمختر، وضعفت قدام ضحكتك، وحاولت ابان جامده، يقلب للي النهار، البرج طار، ريحني كفايه، تحدف قلب الإزاز بعيون لزاز، نظراتها حكاية، وحياة صدفت لقاك فت اشتباك، حاسس جوايا بعد انتظار وسنين هزار، بقى حب عمري معايا. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة الأعياد اللي راحت واللي جاية. أنا ميس حمدان. يا قلب للي النهار البرج طار، كل التوفيق للفنانة الشاملة ميس حمدان. دلوقتي هنطلع لبريك سريع، وبعده هنتعرف على قائمة تضم أرخص الوجهات السياحية. استنونا. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وصلنا وياكم لآخر فقرات حلقتنا لليوم، واللي بنتعرف فيها على قائمة بأرخص الوجهات السياحية حول العالم. والبداية بتكون مع جمهورية نيبال. هاي البلد اللي تتميز بجبالها، وفيها 8 من أطول 10 جبال في العالم، بما فيها قمة إيفرست، وهاي أعلى نقطة على وجه الأرض. وايد من الناس يفضلون السفر إلى نيبال، لأنها تعتبر واحدة من أرخص وجهات السفر في العالم للرحلات الجبلية، سواء بصحبة مرشدين أو بشكل مستقل. ونروح للوجهة الثانية في قائمتنا النهاردة، وهي فيتنام، اللي تعتبر من أجمل الوجهات السياحية حول العالم. بتتميز بمعالمها السياحية الرائعة، وبحيرتها وقنواتها المائية المنتشرة، وهي كمان واحدة من أرخص الوجهات السياحية، ويقال إن الشخص يقدر يقضي يوم كامل بمبلغ 25 دولار بس، شامل بيت الضيافة والطعام والتنقلات كمان.
وننتقل إلى ألبانيا والتي تشتهى بمناظرها الطبيعية الجبلية بالإضافة إلى العديد من المعالم التاريخية وتتميز بالمأكولات الشعبية وتعتبر من أرخص الوجهات السياحية خصوصاً أنها تتميز بالمرافق والخدمات اللي فيها وتقدم خدمات بمستوى عالي وأسعار منخفضة مقارنة بمعظم الدول السياحية الأخرى. ومن أرخص الوجهات السياحية اللي معانا النهاردة سريلانكا اللي تعتبر من الدول السياحية اللي بتجمع بين المناظر الطبيعية والأثار التاريخية وتعتبر واحدة من أرخص الدول السياحية لأن السائح يقدر يقضي يوم كامل بميزانية 30 دولار فقط شامل الأكل والتنقلات والإقامة. ووصلنا حق آخر دولة لإقامتنا لليوم وهي إندونيسيا اللي تعتبر من الدول المصنفة كأرخص الوجهات السياحية وتتميز ببحارها الزرقاء الصافية والشواطئ الذهبية وتتمتع بالعديد من المعالم السياحية مثل المتاحف والكهوف والأسواق والشلالات. وهني مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا لليوم، انتظرونا الحلقة الجاية لأن أكيد راح يكون ويانا أخبار وترندات جديدة. وكالعادة أحب أذكركم إذا كنت مهتم تعرف كل الترندات الجديدة فلا تلف ولا تدور، خليك مع إكسبلور.